السلام عليكم، أنا دكتورة زينب سالم كاظم، أخصائية طب أسرة، مركز صحي صليخ الثاني قطاع العظمي. الخدمات اللي يقدمها المركز الصحي أثناء التصدي لجائحة كورونا هي أولاً استقبال المرضى من جميع الأعمار المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وأخذ المسحة لهم أولاً، وثانياً هو تقديم النصح والمشورة حول طريقة التصدي لهذا المرض عن طريقة كيفية العزل المنزلي، نوع الأغذية والأدوية اللي يأخذها المريض خلال هذه الفترة، وأيضاً متابعتهم أثناء فترة الحجر المنزلي هم والمصابين وأيضاً الملامسين عن طريق إجراء مكالمات هاتفية معهم، زيارات ميدانية إلى منازلهم، وأيضاً تقديم العلاج للحالات البسيطة حسب البروتوكولات المتبعة من قبل وزارة الصحة، وأيضاً الحالات اللي تكون مستعصية أكثر أو خطر أكثر أو تحتاج إحالة إلى مستشفى نقوم بتقديم الإحالة لهم وتسهيل إحالتهم إلى المستشفى. والخدمات الثانية اللي قدمها المركز هو وجود لقاح ضد كوفيد 19 في المركز، وتقديم كافة التسهيلات للمراجعين الراغبين بأخذ هذا اللقاح، توفير المكان المناسب لهم من حيث الاستراحة قبل وبعد اللقاح، توفير المعلومات التامة لهم عن نوعية اللقاح، أهمية أخذ هذا اللقاح، أي أعراض جانبية قد يواجه المراجع بعد تلقي اللقاح، متى تكون هاي الأعراض الجانبية بسيطة، متى تكون خطرة أو يفضل بعدها أن يراجع المركز الصحي. اللقاح المتوفر في مركزنا هو لقاح أسترازينيكا الذي تم تطويره في بريطانيا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهو لقاح يؤخذ بجرعتين، الجرعة الأولى والجرعة الثانية بعد حوالي 8 إلى 12 أسبوع، وأيضا تتوفر في قطاعنا في مراكز أخرى اللقاح السينوفارم اللي هو الصيني والذي أخذ أيضا بجرعتين، الجرعة الثانية تكون بعد حوالي 3 أسابيع.